رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد بن سيرين: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. قاله مورق العجلي: ما رأيت ما أرك رجلا أفقه كفقه سن وكفق بدن في ورعه مع ورعه ولا أورع كورع بدن وكحلال ميرد بدن في فقه مع فقه من محمد بن سيرين. محمد بن سيرين والله ما دي فقيه وأبوه وينيت وفقيه البصرة الأرجري حسن البصري محمد بن سيرين والله ما دي تابعيه وين عزم السيرين سيرين نك اللي يدعى وحوق قال صدي ومحمد بن سيرين أبيه على أن يستكمل إنه كامل يا لشدر ديني دين تيسا نسكة إنه كامل يا على أن يتزوج على وجهه لأن جوركو وشدر الدين وين وصل حديث كقصة أرورتي صحيحة رسولك عليه الصلاة والسلام نك الشام كهدي وجور سدو دين تيسا نسبة واحدة ليس فليتق الله في الشدر في الشدر الآخر نسك كلا إلهي هو قبقه دين تيسا نسبة واحدة سيدا هدو قرسا وحقه أن سيبرك سيرين ننك اللي يرادو على أن يستقبل شدر دينه بعد أن حرر أنس بن مالك مركو حري رضي الله عنه رغبته قرتيس وأنس بن مالك خادمك النبي عليه الصلاة والسلام أيو مرك أدون وهاي مرك حري وبعد أن غدد حرفته حرفديسي شغديسي مرك أهاتي تدر عليه مت شويسو الربح الوفيرة فإذا آذوا بضن أيو كهلي يو الخير الكثير مال بضن فقد كان نحاسا بوها ماهرا من يعني نحاس ماهرة يتقن وناجي أذو يقان صناعة الغدور بريها سيد الله سمعي أيو يقانوا إن حاسن إنك مرتي وحن قرنا إيه صناعة وحد الله لنتي برهن أذو يقانوا هايو بريه سمينجري وقد وقع اختياره وحقر عي دور شديسي مركو قور كدوني على مولات قبر أيدنا لحريي لأمير المؤمنين وحريي أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيو بكر قبر وحريي أيو مركا دورتي تدعى قبر دوحة لديه جري تسمى صفية لتكون زوجة له قبر داسا إلي حاس النقصه أيو قوان سيدي مركا كانت صفية صفية وحي أهي جارية قبرية في بواكير الشباب قبر يرو هاد هور لبيهاي وضيئة الوجه آذ قرح بدن وجه يذو قرح بدن ذكية الفؤاد عقل بدن كريمة الشمائل صفات كيدو آذ ونفسيه نبيلة الخصائل كسلوين كيدو أما صفات كدين قوى إلا ذهي آذ وينتهي وينتهي محببة إلى كل من عرفها ذاتك يقانو لني آذ أجعليهين ومن نساء المدينة مدينة دمر كنا لها قبر دمر كيف عندها وقبر عقل بدن وأخلاق لأيتها ذاتك ودنبا وذا جعلاني دمر كرين مدينة ودنبا جعلا قبر داس لا فرق في ذلك فرق ملحين قبر دها جعل دمر كرين مدينة بين الشواب قوة اللي يردع قبر دها يريركا الله واتي قوة وتربدهن بها قبرنا أي اسكح ريسو وشائج اليفاعة دلن يرى النمضة كوى يرى كي اسكو دادا يهيني دلن يرى النمضة
يعني أي اسكوح ليسي صاحب ذا كؤهايين إيوه وبين المسنات هبلها واوين الله واتي كواسو كنا أهايين يرينها كو أركو سنوان أي مثلا إن يتهاي لهن أيها في رجاحة العقل حق عقلي عقلي هذا وين جيزة هي ورسانة السلوكي نقن كوناسن هي أخلاق ذا أي لها مركا قبلها يرسانة ويجع لها وذا لدأبي أهاي دمرك واوين ويجع لها oo maxay ku jeclaayeen xagga markii laga fiiriyo aqliga iyo dhaqankeeda wanaagsan iyo dabeecadeeda iyo suluugeedana dumarka waaweyn bay la mid ahayd way wa kaanat wahayahaatay ashadda nisaa'i haweenka tan ugu dar kuwa ugu daran xubban xagga jaceelka laha gabadha la jecel yahay zawjatu rasuuli salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi zawjatu nabiga wali baa u siiyay ummahaatul mu'miniin ya adu sayjala ولا سيما وحن بمثل بلهين وآد أسي جعلي السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة سيد جعلي دولي كبدا وحن لو جعل هذه المحيطها يوضتك ورنبا يكون جعليهين تدقن كوناك سنية أخلاق ذئية صفاتك إلى رهيوي تقدم سيرين سيرين أيها يمد إلى أمير المؤمنين بؤيم فقدم منه حكدوني مولاته مولدي مولاتي صفية قمدي وحرية صفية أهيد أيوك دوني فبادر صديق صديق ودك دقي رضي الله عنه إلى البحث إنو راديو ويديو عن دين الخادم قفك قمدي سصود دوني دين تيسئي وخلقه لأنه وحوي وحل دوني يا قمد مركز بور نيسو قفا دو غورنيسا ان دقنكيسا يي طبيعتيسا اسفيرس دين انو ليه ديانا ليه ينو دقونا كنيم عيلي كفك وا لبدا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذو يدين على قف الدين دي سي دقنكيسا با طبيعتيسا ادرالك نقطان غوريا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يبادر الاب ابسد ودغدغ اشفيق ان حريص بدن الحاني قلب جلع سنة قبدي سجعل للبحث عن حال خادم بنتي من قبدي سلا صدوني أبا قبدي سجعل نحريس بدل منك قبدي سلا صدونه سيدا أونيك صدوني أويدية أفيرية من قبدي لقو آمين كرمي هاي ديس أبا كروحو بركا نيكي قبدك صدوني يسيرينها أيو مركا إنو دبا عدي سويدية يلغن كيس أيو بلاب ولا غروة وحلا لا عجب ماها إذا أبكر إنه استاغ وحلا لا عجب ماها فقد كانت صفية صفية وحي أهي تحتل مدكتي من نفس أبي بكر أبي بكر نفتيسة منزلة الولد وكلي أجوكتي من أبيه قبل أصغ أوليبي أولمدها ثم إنها أيض بعد ذلك كله أمانة أمانوي أودعها الله في عنقه وأمانة إلهي ومسؤول أغرده أمانة دي بقودنا يا أي مسؤولية دي مركا فما الله وطغي سي أبو بكر يستقصي أسغو الرازين يرعرع أحوال سيرين سيرين دقن كيسا أي حالة ديسا أشد الاستسقاء رعرع مد أبو درن ويتتبع سيرته سيرة ديسا رعرع ويدين يا أدق تتبع وكان في ضليعة من سألهم عنه ذات ويدي وحاوه الرئي أنس ابن مالك رضي الله عنه لنك أقوم بدنا مجري فقال له أنس وحكير مركو ويدي سأو بكر ويدي وير بل كورها لنك سيرين ليلة دقن كيسا يخلق أنس ابن مالك وحكير زوجها أقوري قبضا منه سيرين أقوري يا أمير المؤمنين ولا تخشى عليها بأسا لنك أهداد قبضا أقوري سوحد بها وقعب سن فما عرفته أنا ونك أقوم أقانو يري كم قرن أيه إلا صحيح الدين رضي الخلق من دين تيسو أي صحيح تدقى ونكسن رضي الخلق دبا عدي سنة لقرها لنقضي موفور المروءة مروءة دي شرفتي سنة أي تام تايوي ولقد ارتبطت
ويحرنتي أسبابه بأسبابي أنس بن مالك بأرني أني أصغى حرير بأني لني منذ سباه خالد بن وليد. خالد بن وليد يعني جيش كيسي وقت أصوق فاشي لقب الله وفي معركة عين التمر معركة الأورنجي معركة عين التمر وبلد أدنى كوفة ورحنا قلبات كوفة كتالة ابتتحها خالد بن وليد بافرت في خلافة صديق أو بكر صديق مركو يعني خليفة كها أيوس يعني قالوا قبصبي وفرتي خالد بن وليد عيدا كيهو جامين يي يا مرك عدد بدن هل كان لجس وقفاشة أيو كم لها نك سيرين ليلا فكان سيرين ها مع 40 غلاما أفرت رجع بل يرى أيه هايين وجاء بهم إلى المدينة المدينة وكان مركات خالد بن وليد فكان سيرين وحوها من نصيبي أنس بن مالك بأرنا يخدمك النبي صلى الله عليه وسلم سيرين أنا قال نصيبك يجيب النقض وكنت وحانا هذا محظوظا به متكون نفسي الوجود فيه بنا هذا نقول نفسم بإله يقول تزيب لي وافق صديق صديق ووافق رضي الله عنه على تزويج صفية صفية إنه أجوري من سيرين أجوري وكو وافق مركز أبو بكر وعزم وحوق أنصبي على أن يبرها قبل إنه أبارهن ما سمعيه كما يبر الأب أبس إنه أبارهن ما سمعيه أشفيق حريص بدل ابنته قبل يسأل أسيرته وأذج عليه فأقام وحوق أدقي لإملاكها نكاحي ذي وحوق أدقي حفلا حفلت بو أدقي سيو بكر بحفلت أسمي أمير المؤمنين أي أسمي خليفك الرسول عليه السلام خليفك أمده أي أمرك أدقي حفلتها أدقي فأقام لإملاكها قور كذي وحو أدقي حفلا حفلت قل ما ظفرت إني كقو ليستو أيها شو أيرتها بمثل حفلت داسو كلا فتاتون قبر أو من فتيات المدينة قبل ري مدينة متكمد أو صدع لو أروسي أما حفلتها لو سمي مجنوي فقد شهد إملاكها صفيه نكاح هذه حفلة دي جور كذا وحصو حاضري طائفة كبيرة جماعة أفر بدنه من كرام الصحابة صحابة الرجل ووينا وكان فيهم صحابة وحكم لها 18 بدريا سيدين يطبن أهل بدر نكاح حفلتي تبقى يا أخير بدن أهل بدر سيدات إيا طبن وصحابة إهل بدرها فردين كحا ودعا لها قبضا وحا أدعي وقورك أدعي أيدي ويلك قرسان إيا سيرين كاتب وحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحي رجل قرر جري من كم ذا أبي بن كعب قارقي قرآن كآل إيا قاني اللو قدم بي أبي بن كعب أي دعية وأمن على دعائه دعائه وحاء من سدي الحاضرون ذلك صحابة فرض بدنا يسيدين يتمنك أهل بدر كأي كم ذا هايين بعد دعائه أمير كبير ما يسألون لك حيام حظم الله بركة ذا انتبه إلا كان ما شاء الله وطيبتها انت مركي نكاحي أو دعي يا صحابة أجلاء الصحابة وأهل بدر أي كم ديهين سدير يتوانك أي كم ديهين نكاح مركي ودعاية ويكد عيين وطيبتها وزينتها قبضا وحسوها هقاجيي وصول أسول لبسو سو قرحيي 3 من أمهات المؤمنين زوجات كالنبي صدح كم إذا قبضا قلبت هذه ديارين هذه همين كلهين أي كقيم قاتل رضوان الله عليهن إلهي رديه سدوشه لها هذا حين وقت الزفة إلى زوجها زوج كذا مركي لو قلبنا قبرنا يا سودي يا ري ما قبر سوق ونسكا وضي وصالونك اللي جايبا مي أمهات المؤمنين بسودي يا ري قبرنا أسول لبتي ما شاء الله أسوها قاجي ها. وقد كان من ثمرات هذا الزواج جوركاس أسقى فائدة دي سمحي نقطي قوركي المبارك بركيثنا أن رزق الأبوان لبدي والده إذقور سدي إن إلهي كو إرزاقي غلام من ويل ويل كاسو غدان نقطي
بعد عقدين لبا عقد بعد جيد من الزمان العقد 10 سنين وين عقد وحالي لا 10 سنة مركا عقدين هذي لرا ولا 10 سنة ويل بعد شيء ومحمد وين محمد بن سيرين ويل كي وحو النقطة لا 10 سنة بعد جيد عقدين و 10 سنة يا 10 سنة من الزمان علما من أعلام التابعين وحو النقطة علم نين وين أبور لمدة أو تابعين تا رجل ووين علم قالوا قدم هي والرجل أبو نقضي من أفداد المسلمين مسلمين ترجع وفريد سن أسمعوا كلام ويريها إلا هلا أيون نقضي هو محمد ابن سيرين قبرنا مركي لجوري لجورسنا هي وحفي عن جور كذا إنه كسوق قلان أنتي محفل وين لوسما هي حفلة لوسما هي dadka ehelo salaaxa oo wan wanaagsan loogu yeero si ay ugu duceeyaan saafa fiican wa laana guurka markii guriga la bilaabayo la aasaasayo duco u baahan yahay marka dadka wan wanaagsan ee salaaxada inay ka soo qayb galaan ay ku duceeyaan saafa fiican wa fata'alu nabda qisata hayati hada tabi'i aljaleel min awliha تابعيك جليلك علمك قصة حياتي أن باللون نقيس أبو ليس فتعالوا كالي نبدأ أن باللون قصة حياتي هذا تابعي الجليل من أوله ولد محمد بن سيرين والد لسنتين بقية من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وحو نسي محمد بن سيرين لما سنة المركي كتن من خلافة سيد عثمان من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان لبيه 8 سنة وخليفة المركي لما سنة خلافة سيد من ذاهي أيوه انت أيوه نشي والربية والا برباريه محمد بن سيرين في بيت قري يتضوع الورع يتضوع ينتشر وكسو فافي وكسو بحي الورع ورع إيه والتقى ألك عبسي من كل ركن ومن أركان يقول أركان تيركي سكمل قري أسقو دم بيد الورع والتقى أيو كسو بحيويلك كبر باري ولما أيفع الغلام ويلك مركو سوين هذا يوحنا قاد نقضي بالق أودو هذا أيفع وحلي هذا عنو مركو يعني بلوغ أدوى هذا مراهق وبالغ الروا وحي روغة لمن تهي ولما أيفع الغلام ويلك مركو سندير نقضي بلوغ أدوى هذا دوري توجير مركو يورينا ونبارغي ويلك لبي توجير تحي توجير ويلك الأريب اللبيب عقلق بدنا وجدوه لي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد كي النبي عليه الصلاة والسلام يزخر يزخر إنه كبه يملأ يمتلئ بالبقية الباقية ذاتك هرأي من كرام الصحابة صحابة انتو هذين نولي إيه وكبار التابعين تابعين ترقوا دي ووينابا مثال كفرني علمي كيبا سلا وقبر قرن يدي مسجد النبوي عليه السلام يا كم إذا أصحابتاس من أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحسين عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وأبي هريرة وغيرهم فأقبل عليهم وقابلي إقبال الضامئ مدء منصد أقابله على المورد العذب بيآد معان وفاد أمن وبيقبو معان كسو أروري ساسو كل علم قوو أروري ونهال وحو كعبي من علمهم علم قوذي بكتاب الله أي قانب وكقاذ هي وفقهم فقه قوذي فقههم بدين الله إله دين تيسايا فهم سنايين والروايتهم بكوري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوكقاذ أفعم بوحي عقله عقل قيسا حكمة إيا وعلما كبوحي وأترع نفسه نفسي سكبوحي صلاحا إيا وهديا
ثم انتقلت الأسرة أسرة دي أكدر شيء وحي أوريكتي مع فتاها ويلكودي دالي يرضاها معيس الفذي إفريدك أها إلى البصرة بصرة يمرك أوريك واتخذتها وحي كندقت أسرة لها بصرة موضنا ماشي إيدي لها كانت البصرة وحي هذي يومئذ مالنتها مدينة مقالو شابة بكرة مقالة عصب أو مركة لدقي أحي لأن المسلمين تو مركة يعني الشام فرشد هذه الله باللابي بصراء النقطة يفنقي أقوينا أما قاعدة أقوينا إسلام كفريز مقالة بصراء النقطة عراق إلا الشام وردن هلكي يعني لقجل هالكاسة أحي مركة ومقالة عصب أحي دي مركة هرلي فقد اختطها المسلمون مسلمين تأياد دقي في أواخر خلافة الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خلافة ديسي رضي الله عنه وكانت وحي هاتي بصر تمثل يعني مت سوريسو جل خسائس الأمة الإسلامية أمد إسلام كخسائس تيدي صفاتك أمد الله هيدونا انت يدبغا سورة يكبر حينيسي في ذلك العصر وقتها لأن دين عن حجاز ويكده رأيه مركيه عن لوكان شامي عراقي لوكان لقلسنه سورة إسلامك يعني مقالة بصرة هي ماشي أقوه ينيد لك قادني فهي قاعدة أسكرية صليق وين بي أهيد لجيوش المسلمين مسلمين تعيد مهد الغازية دولية في سبيل الله وهي مركز بين هذانا مركز من مراكز التعليم علم قال لك قاتو يو توجيه انت ذاتك دين الهي لبره للداخلين في دين الله ذاتك الهي دين تسوق لي ومن اهل العراق وفارس عراق ذاتك دقنا الا فرص وهي ايضا صورة تنبي هاي وبصرة للمجتمع الاسلامي مجتمع إسلامي هي صورة واحدة يتصال ويمقال مجتمع إسلامي هي الجادي جاقي الذي يعمل لدنياه الدنيا دي سوء عمل فلي كأنه يعيش أبدا ويعمل لأخراه آخر دي سوء عمل فلي كأنه يموت غدا إسلام كل بدو الله هاي إن عمل في الدنيا هي تعمير كودية تدخل نولش ودين الدنيا دي راديا دين تودنا أي عمل فلان وآخرة تودنا أي عمران يتصال يعني يأمج إذا كتسيس معناها صور يكبر حين يسيء مقاله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا سوى حديث كما هين سيدا سيهيدو يعني مجتمع يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لأخراه كأنه يموت غدا إيه سورة كبيرة. سلك محمد بن سيرين وحو قال في حياته نولشيسي الجديدة إيه عصبين في البصرة مقالة البصرة طريقين متوازنين وحو قال يعني نولشيسي عصبين مقالة البصرة وقبل لابتين طريقين لما طريق متوازنين اسكمدة متوازنين اسكميزانة فجعل شطرا لمن يومه نص مالنتي سكمدا للعلم والعبادة بؤياله وشطرا آخر نسك كلنا للكسب والتجارة بؤياله مالنتي وكلا قيبنا يا نص وتعليمتي علمي إنه وحبرته ذات كنا وحسيه برا هي عبادة نسك كلنا والتجارة هي كسبه توسو كسبنا يا فكان وحو هذا إذن بلج الفجر فجركم مركو افتيمه وأشرقت الدنيا الدنيا ذو أي افتؤ بنور ربها أي كو افتؤ واجب بريء ورحدي بصباح أما فجر كبار ده شيء واجب بريء غدا إلى مسجد البصرة مساجد البصرة كلها يا يعلم ويتعلم يعلم ضدك بريء ويتعلم وسجى وحبرني حتى إذا ارتفع النهار ما لنت مركي كرن قطه مضى من المسجد بكتجيا إلى السوق سوق آذية يبيع ويشتري
وحبو قدنيا وحبو سوء يفسنيا وحبو سيق قدنيا. فإذا جاء الليل هبينك مركو يماذا وهو أرخاء رارعية على الكون كونك أكر رارعية سدوله مقدقيسي فرقه هبينك مركو كونك مدوبي وصلا لسوه يدئ يعني انتين لتكد عشه له يدو صف في محراب بيته قريقي سو مركا قول كيسي استاغي يا صلاة بو استاغي وانحنى على أجزاء القرآن بصلبه وانحنى وحو تاغي على أجزاء القرآن قرآن كجزز كيسي بصلبه قبر كيسوي أبين كوردنا صلاة بو تاغنانيا وبكى وؤيا من خشية الرحمن الله الرحمن عبسيديسي بالدموع عينيه لمدي سئنود إلا انتوذي إيه وقلبه حتى يشفق عليه أهله أهل كيس إلى أنحرسانه أي أحنون صدان إيه وجيرانه درس كيس الأدنون أدوى ولما يسمعون وحي كمغليان ومن نحيبه أهنتي سي الذي كاسو يقطع نياض القلب قلبك قدقا جنة يمرك ديس إبين كاسو دنبو أهي يو مسيحاني وكان وحو هذا وهو يضوف بالسوق في النهار ما لنت مركو سوق مريو للبيع والشراء لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة لا يفتأ كمزولي يذكر الناس ذاتك إنو وانيني بالآخرة إنو كوانيني ويبصرهم ذاتك إنو تصيني بالدنيا الدنيا الحقيقة ذات ويرشدهم ذاتك وحكوها نونيني إلى ما يقربهم إلى الله إلهي وحي ونويني ويفصل وحك ربحنيا فيما يشجر بينهم ذاتك نحضر وحي كدعه من خلاف خلاف وكان وحو هذا يضرفهم حدنا ذاتك وحو كما دالنيا ومرك قاركوت كما ويلنيا بين الحين والحين وقت إيا وقت نحضر بالملحة بالملحة وحيالا مع معاني قسوين التي تاسو تمسح الهم مركتا يعني كتريسو عن نفوسهم نفسه ذي المكدودة امرقيس نيدو من غير أن ينقص ذلك من هيبته ووقاره عندهم شيئا حتى وان هيبت دي سئيو يعني شرفتي سنة أين هوسو دعين ومعناها يعني وحيالها قصص كمركة قاركوها دي عددك كقسلسو نند مركز سوى إسكد عايدي وروايدي يماها تاسيب الآن فلقا قادة معناه مركز قاركو سيددكو يفهم ميستان وحوغاها دي حتى إمرغيسيهين مارسي يو مركز قاركو دي قسوين مع معان بوشيقا ياو الآن فارك الملحة قسوين كمع معان وي يخيالها غريباتك فقد وهبه الله إلهي وحوه بي جل وعزي هديا إيا وصمتا هديا هي أول نفس هي وصمتا صمتي هدي هي استقامة هي وصمتا يعني هي أول نفس هي أقرحسا هي أتو أهل الخير بالإلى صمتك وموقالك قفك كم موقني موقالك الدينك قفك كم موقني ومنحه إلهي وحز يكو إرزاقي قبولا وتأثيرا قبول بإلهي سيي هي تأثير إنه هذا الكيس ضدك سامي يوه فكان الناس ضدك وحي هذا إذا رأوه في السوق محمد بن السيرين هذا سوق أكو أركان وهم غاربون أيوة الدنيا ذو ذي مشغول كوا غافلون هالمانسل انت وهو يسوبر رجيان فذكروا الله إلهي وحسيان عز وجل وهللوا وكبروا توحيدك يا تكبيرت إلى إيمان يا مركان وضدك يا أو خير بلن باليدا خير الناس من ذكرتكم رؤيته الله قفك الرؤية دي سبا إلهي اللي قحو سوستو كاسا دادك او خير بغير مر الله مركي لارك محمد بن السيرين دادك قفلة دي بيكسو برارو بيان مركاسي لا إله إلا الله الله أكبر ذكري ويقاليا وكانت سيرته العملية سيرة دي سا عملية دا وحي أهي خير مرشد مد وحنون يكيء خير بدنا للناس دادك فما عرض له أمراني فما عرض لمسوا قدبوناني له أسقى أمراني لما أمر في تجارته تجارته إلا أخذ وقاذنيا بأوثقهما في دينه مدى حق الدينية كوان أكسن أيو دورنيا
ولو كانت فيه خسارة تصيب دنياه حق الدنيا خسارة حق قتل ماذا لما أمر مركي كتل ماذا مد حق الدين تكون أحسن مقالا حتى يدون تأذية حق خسارة. وكانت دقة فهمه فهم كيس الدقيقة وحي أهي لأسرار الدين الدين تأسرار تأسرار عنه يغاني هي وصحة نظرته نظر ذيسة هي أركت ذيسة صحيحة إلى ما يحل وما لا يحل وحا حلاشة وحا حلاشة إنه آذيك ليغاني تدفعه مد يعني أي أهي أحيانا تدفعه أحيانا مرك قاركود مد أديبت أي أهي إلى بعض المواقف مواقف يعني قار كملة التي تاسو تبدو ظاهرة غريبة غريب لعيون الناس مرك قاركود فهم كيسا إيا نذر كيسا دقيق الدين تفهم كأولها وحيدتك الله يابا يام باكسو روبي من ذلك وحكملة أن الرجل ننبا إدعى عليه وحكوش يكتكذيبا نسوه بين شيء أن له في ذمتي درهمين لابد درهم بانكو قوله يا حيبو وانا بين فأبا ودي ذا أن يعديه إياهما إنسي ما يقوم له الدول فقال له الرجل با وحكيري أتحلف ما إيه دار نيسا مرقاتي ما هيستي ما إيه دار نيسا إنا نقوله وهو يظن وحملين يا أنه لا يحلف إنه ندارني من أجل درهمين كله بلوشي لنقودارن وهي وقسين دون أولا فقال فرنعم وأن دارنا يا وحلف له ونقودار إن هذا اللبشي لنقول هاي مقودار سيولا هاي قودار ذاتك بها ليابي فقال له الناس ذاتك بها وحي إرادين يا أبا بكر محمد بن سيرين كيدي سوي يا أبا بكر أبا بكر أتحلف من أجل درهمين ما اللبشي لنبادو دارتي وأنت أذو الذي كي أتي تركت كتغي أمس شلي 40,000 درهم أفرت كن أو درهم بات كتغي في شيء رابك وحد كشكتي ومما لا يرتاب فيه أحد غيرك وحد ذاتك كلا أولا أركيني نوح شكي كجر بيها يا أساق وحي رشكي عكا قلي أفرت كن بوك كتغي ما أنت اللبشي لنسيد أقول دارت فقال فرن نعم أحلفوا وان دارنا يا اللبشي لنبادو دارنا يا فإني أنا أقول لا أريد دوري مايو أن أدعمه حراما نك إن الحرام أمسي يمدوني وأنا أعلم أنه حرام لبس اللي أقوم له هدان إسكسي يو ده حراما عزيني وحنفت هذا أديدي ولا لك أقوم مسلم كأنه أديدي تما مرك إن الحرام أمسي أديدي وحنو دارني وكان مجلس ابن سيرين وحوها مجلس خير وبر وموعظة ما الخير أن لقى قاته بر يا طاعة ليس ليس كفر وعد اللي قفها إيده أو وعد اللي قاته كاسو أحاول فإذا ذكر عنده أكتس هذه الغشيق الرجل نن بسيئة حمان هذه الغشيق قف هذه بجلس كيسا وقف وحكشيق بادر ودقدق يا مركب فذكره بأحسن ما يعلم من أمره مركز وقف إلى ذهب الواسات يساس وحره كشيقه مركب قفتي وامسين يا قفكاس وناق صفاتك وناسنه أولي يا مشيقي وحاحنه وكامس بل إنه سمع أحدهم ذاتك مجلس كي سفر دي ميت كمد وحكم غلي يصب الحجاج أسوى عاي بعد وفاتي مركب نتب حجاج من يوسف ونكاد وغيدة دي ونب كي سود دي ذاتك ورن وشاعز كاهاي وذاتك أمد الله يوني وحكا شيقي فأقبل عليه وصوقا بلا وقال وحو يرسه آمس يا ابن أخي ولالك ويلكسو فإن الحجاج حجاج مضى ووتك إلى ربه ربك يسحق يسوء آذي عمل كيسي إلهي بلوه ارتك وإنك أذو حين وقتك يستقدم على الله جل وعز إلهي مركز لغهرقي ستجد واحد أغان دونتا أن أحقر الذنب ذنب مثك أغوية ارتكبته وأذيك أعصم يسن في الدنيا الدنيا أشد على نفسك نفط هذا إنه أقدريها من أعظم الذنب ذنبك أقوي وإشترحه الحجاج حجاج أقلي ذنبك حجاج أقلي أذيك مرك إلهي لغهرقي ذنبيه سواوين أذيك لغموي ديني أذيك مرك إلهي هرتك تمحاكو نباي ذنبك أقوي يرباكو نباي أذيك أسأل لغوي ديني فلكل منكما يومئذ شأن يغني أذى يا حجاج بمالنت إلهي ليسرجيو نقول بشأن نجي ساكو فلان
واعلم أبو يا ابن أخي ولالك ويلك سيو أن الله إلهي جل وعز سوف يقتص من الحجاج حجاج إلهي با قصاص دونه لمن ظلمهم ذاتك وذلبيه با قصاص دونه كما سيقتص للحجاج حجاجنا إلهي وقصاص ممن يظلمونه ذاتك ظلمنا أسكى الظلم كي أجيسه وألقى جودي لكن أسكى هذه الظلمين إلهي عادل وياه ذاتك أسكى الظلمين وا إلهي با قصاصه حجاج مركو لمن يجي كلمة أقدم بيسه أكو على الحياة اللهم اغفر إلهي وإيد مدى فإن الناس يظنون الله تفعل ذاتك كل يوم حي آمن سيه إن هذا إيد مدى قف كسو عليه مكات أكدي سا إلهي نعريس كيه لي وانا قدرت الله يمك وإبر كده قدرت سوما إلهي وإيد مدى ذاتك كل يوم حي مرينا يعني إن هذا يلين إن هذا إيد مدى كلمة لا تأود بيسه كلمة فاهم marka de rajaha rajuhu wanaagsaday mu'min bu aha dambi badan ba hagalo laakiin iimaan bu ku dhintay ilaahayna wuu isu dhiibay subhanahu wa ta'ala ilaahayna subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo karamkiisa waasac way wixii shirki ka soo hareeray ilaahay wuu dhaafay inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hajjaj ibn yusuf oo dadka laayo saxaabadii laayo ajillaa taabiin muhammad xano iimaan doono سعيد سعيد بن جبير ودلي بن إيمان تقتديس ودي بعثك سمي يدك كورن لاي صدق كن بحرس كلي كدلالي وعادي قول دلبر كلا قريب دتك السدا دتك السدا قل لاي هدنا علماء ولقد ميرا ذان لقمنا صورا الحجاج قالوا نير مجر ذنبي أمبوك الحجاج نما إلهي سبحانه وتعالى كمحيق مركا مشي أذا إلهي بكجرة وأنا مؤمن وإيمان بقرن مركا قفنا يعني قفل أركبه ذنب جيسه أم بالوقا لوح سابن دونا فلا تشغلن نبوي محمد بن سيرين وحكي نكي فلا تشغلن نفسك النفس هذا هكو شغلين بعد اليوم ما أنت كذب بسبب أحد قف عيدي النفس هذا هكو شغلين قفنا وحكي شيء وكان وحو هذا محمد بن سيرين إذا جاءه رجل من هدوء ماذا مودعا سقوتني في سفر سفر لتجارة من سفر أصعده تجارة هذا يهدو يعني ماذا أودع مع سلامين قال له عكورني يا ابن أخي اتق الله عز وجل إلهي كبق واطلب طلب ما قدر لك وحي لقو قدر ورزقك من طريق حلال كرادي وعلم أقول أنك أدوه أنت ظلمه هذا طلبت رزقك من غير حله مال عن حلالين هذا تكرر لم تصبه لميسد أكثر مما قدر لك أنت اللي قدر وحنا هين المقالس ولقد كان لمحمد ابن سيرين محمد بن سيرين وحاوسنا مع ولات بني أمية نبغى نقرأ بني أمية الأورنجر ولادوا بقردون أمويين نبغى الأورنجر إذا كأدو الأورنجر مواقف مشهودة مواقف يعني مشهور هو اللي يغاني سدع فيها أعدي بكلمة الحق ما رحضة كمون عسنج لحق وشيري وأخلص النصح نصيحة أي أعدي خالص يري لله ولرسوله ولأئمة المسلمين مسلمين تم رحضة من ذلك وحكم إذا أن عمر بن هبيرة عمر بن هبيرة نكل أرجل الفزارية خجل بني أمية حال أورنجر رجولة بني أمية دولة دي أمويين تا رجي آت أغد نحن موقضي تاريخ دا كلها بوها من هذا علم أولا وانا أفسن بوها رجولة بني أمية الكبيرة أوينا وواليه وواليقو داها على العراقين لو هذا عراق ومسؤول كها بصرية كوفة عراقين لأورنجر بعث إليه محمد بن سيرين بأصوى دريقف يدعوه أسووية ري إلى زيارة إي إما وأيوكين فمضى إليه وغتقي ومعه ابن أخيه ويلو أذنوا يهيو ولالكي دليب الله سعوده فلما قدم عليه مركو أتقي رحب به الوالي والي وسود نويه وأكرم وفادته يعني زيارة سي وفدك سي مصفي عنه إكرامه ورفع مجلسه مجلس كي سيبو آذوينيه
وسأله أويدي عن كثير وحبلا وبدا ومن سؤول الدين والدنيا دينت يعني أحواش هذه الدنيا أحواش هذه أي وحبلا كويدي. ثم قال له حقير وحأرني عمر بن هبيرة أنك ملحظها كيف تركت أهل مصرك مقالة ذات إهل كيدة تادو قصة تكتب الكور المقالة دي بصرة يا أبا بكر. فقال وحور محمد بن سيرين تركتهم وانكسروا تجين والظلم فيهم فاشل ظلم بوكسي بدن يبو ظلم جا مقالة وكفى فاي وأنت عنهم لاهن أدوبنا وحبك بأجت أتكلم هذا أنا مسؤول كعب طريق عراق هذا مسؤول كعصومة ظلم جي بكفى فاي أدوبنا وحبك تاي لاهي أتكلم هذا. فغمزه ابن أخيه ويلكو أذارك وهابا تابطي بمنكبه قربكو كتابطي لنك ملحرة فهولها اللي موي معنى يدبك أسوه قارج. فالتفت إليه ويلكبو فيري وقال وحوير إنك لست الذي تسأل عنهم هذه قمت يدمتك لويديني وإنما أنا الذي أسأل أنا اللي ويديني وإنها لشهادة وشهادة ومرخاتي ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهنا دوانا لو يديه حدانا حق كمر قاتك عنوانا لسؤالي برقيامه مارك عدو اسكا عمز برادر انا اللي سؤالي ادقل ومو يدينين حق دينا اغمع عبصاني ومن يكتمها قفكي قريه شهادة قفكي قريه فإنه آثم قلبه قلبه يسيبه دنبابي قفك اوه دنبابين كشهادة قريه ولمن فضل مجلس ماركو مجلس كده ماذا ودعه عمر بن هبيرة عمر بن هبيرة وسقوتي بمثل ما استقبله به سيد عمر كهرباء قابله إكرامك يسو دوينتي وكقابله بحدنا كسقوتي من حفاوة وإجلال وينين إيو يعني ما موسد أيو كسفي عن بوسقوتي وآدو احترام 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 بوسقوتي. وبعث إليه وحوصه دري مركة أدي بي بكيس بو أدي بي فيه 3,000 دينار صدح كل دينار يبقصد أقصه الردي أركاسه أديبه فلم يأخذها أديبه محمد بن سيرين ما قالنا أعلي أبو إذا أميرك أعلي. فقال له ابن أخيه ويلك أذيرك وهابا وحقير ما يمنعك محاكا منعي أن تقبلها هبة الأمير ويلك يركع سوح لي منوقع قادم حبك العكسة محاك أديبه أميرك يعني العكسة أديبه هبة ديس أقصه هبه. فقال وحجر محمد بن سير إنما أعداني وإسي لخير ذنه به وناك وإقوم ملايين يو يوحو العكس إسي وإقرامي. فإن كنت هدانهي من أهل الخير أهل الخير هدانهي كما ظن سوء ملايين فما ينبغي لي أن أقبله إن أنقاته ومدحد وحو ذا أنقاته إيما بغوانا سنده سنو إيما ملايين يهدان باهي وأن أهل الخير هاي وإن لم أكن هدان أهين كما ظن سوء ملايين يهدان أهين هذا وحي الموضة يمبا إهيه مركا حلال ما إماه وحانا هين با لي موضة مركا وحلا يمسينا يصوما. وإن لم أكن كما ظن سوم ليه وإهل الخير لماذا حدينا أهين أنا أهين فأحرى بي تاسا بإيغسي أوليس الله أستبيح قبول ذلك إن أنا بنيسنين أقبل كذا وحي لي وحانا أهين با بلا إيما لينا يظنون الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعفو عني إنك وانك سنة صالح ذاتك أهل الله ذي وانك سنة سرا إليهم وح أيه إلهي أبتي سكيهين وأبت نفطه ويسليديا وحبقوا ما أركيا مرك إلهي أبتي سنة فضل وين بكليه عند الناس نفضل وين بكليه لكن أيه نفطه أكثر حكمه. ولقد شاء الله إلهي وحده جل وعلا أن يبلو إنه انتحام صدق محمد بن سيرين محمد بن سيرين صدق رنتيسة هي وصبره صبر كيس. فعرضه إلهي وحو أبن ديجي عرضه لما يتعرض له المؤمنون مؤمنين توحي أبن بحانه لكل مانو من المحاني دباسوين والله امتحامة أنا قفل أركب مؤمنة والله امتحامة يبتل الرجل بقدر دينه قفل أنت دين تيسوي إيمان كيسو ليك هاي بالله امتحامة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تدك يا أو امتحاموينة أنبياء ثم الأمثل فالأمثل
يعني قف قف كفل لبنيه يعني إلهي أبتيس كجوي هاي أي الله امتحامي امتحان جزونك ويناني من ذلك وحكم لأنه وسوء اشترى ذات مرة مربو حسوء يبسدي زيتا سليد بأربعين ألفا أفرتا كنب سليد كلبحي مؤجلة ووقت لوقفت فلما فتح مركو فري أحد الزقاق الزيتي سليد يعني بحلي يعني يكجرت دلوين يكجرت زقاق يعني وبالك وين سليد الغشوة نبدا وين اما يعني تنق وين مركي تنق اوفر فتح احد زقاق الزيت سليد تنق هذه مت كم اذا مركو فر وجد فيه وحكهلي فأرا دولي ميتا ميدا متفسخا او وليبا كو غوغو اي سليدي كو دخ غوغو اي ايو كو اركي دولي با غلي وكو دخ دنتي وا لو دخ جرجري سليدي لا سمينه يو كبر او كبر بري وا لو سيدي فقال في نفسي نفسي سيب اصلاح دو وحو يري ان زيت سليده كله دمانتي كان في المعصره في مكان واحد مركز سليده لا سمينه هل ميلها لو قالو لو سمينه الوشيدة سليدة الوشيدة وإن النجاسة النجاسة ليست خاصة بهذا الزق تنقم بس أماها دون سواء يعني بيش وينيك بوجير كون دحق علي دول بودحق علي والوشيدة كل النجاسة سليدة ورمبه ودقاته مركا كدب ألوك الوشوة سوما وإني أنه بوير إن ردته للبايع هدانو علي بالعيب هدانو علي وشرعيا يعني وحي عاد قدت هذي عيب قصوا بعضه الرد بالعيب بالإيد هذا وشرعي قوال الأقلية وخيار العيب باجر وحل إيد هذا خيار المجلسي خيار العيبي خيار الشرطي صدح لا تيسوما خيار العيب هذي وحي عاد قدت عيب قصوا بعضه عيب تن أي تاي عيب قف انتو لسوا وريقي كهر باي عيب تلهاي وعيل نيسا الرد بالعيب وي مارك هذا وان عيلين كرا هذا نعيليو فربما باعه للناس سليدنا أن مو دادين أي دتك كلو كجدي، دبعت عمر كتبك أوسا ونقر يا سما، ثم أراقه كله، بنان كأنتو جيب وأفرتن كي بقيس أسليد داود دادي، فرتن كي تنجب أفرلك وجري، سئنا دبعت هذا حرام تأيدك وجري، لأن كل من كلا وحجدنا يو، أيه ورع عصمة له وحليه وانكوا قصار باش أنت الليل. هدي أن دتك كلو كجدايا، نينك أركنه وسكا موسى يا ودتك كجدايا. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به. وحكسو آدي وليبا وقت حوجا بدعو في حوجا خسارة جسيو أي مركاون العجهين. فركبه الدين، دين بأمرك الغويش. وطالبه صاحب الزيت بماله. وقت مدد اللوقف تمركي لجاري نك زليد ده فرضا بدل وكسو قاسي وقت مركي لجاري وحير العكس إذا مروا مدد والله فلم يستطع سداده إنه بحية ما وكرواي ما هي العكس فرفع أمره إلى الوالي نك مقالة مسؤول ككهاب وبركة يأمر كيس أكر يالي فأمر بحبسه إذا كان العكس أو دين توسك بحواي والحيرة يا سما هل حيرة بوي حتى يسدد ما عليه إلا أدين تبحيه حبسك جاية محمد بن سيري والحرة فلما صار في السجن مركو يعني قال حبسك ووضال مكثه فيه مدبدا وحبسك كجرا أشفق عليه وحاون حريستي السجان كي حبسك أوينا ولما علم وحو أغاء من أمر دينه نقانا دين انت قوة بدن ودين بدن وي عبادة بدن وما رأى من شدة ورعه ورعي سيء أركي وضول عبادتي هبين كي ودن إن عبادة أتاقية فقال له حكيري نك حفظك أوي نمسولك كهذا وحكيري أيها الشيخ إذا كان الليل هبين كي ملكي لقار فاذهب إلى أهلك قرقا قسكاء وبت معه قرقا صوتيحه فإذا أصبحت مركز وبرزتنا فعد إلى أي إما وماشى وما قوة علينا يعني إلى أي أرنتم قمات فإنك قرقا قسكوه صبحنا أي إما واستمر على ذلك
سيداس ونسكوه حتى يدلق سراحك إلى المفسحة. فقال له لا والله ما كنت لا أفعل مي لي مي لي. فقال السجان كي حبسك أوينا وحويري ولم هداك الله ومحاك إحسان ما مكوسة مي انت ليبا أقبت ووحن أنك أنكوسة مينا يا أنكو قرنا يا محاك. فقال له حكويري حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. نك مسؤولك ولي مدحضها خيانة دي سكوكو كالمين والخيانة سوما يعني إن أنا حبسك أن كجرا يأمري سوما هذا إبن حسابيك خيانة سمينة خيانة كوكو كالمين مايو خيانة كوكو كالمين أولا إسكب حملا إسكسو جوك جو قبل إن حبسك مؤمنين سينو كسي جرلا يا ما شاء الله. لكن ما كفر كره لهاي هذه دنب اللغوها يستو إلى اللغو فصحو إن إنا إسكب بحضو هذه يعني لأنه لنكان لسيئة أما لقاء فصحو إن إنا إسكب بحضو إنا مكوبا نانتهي ما كفر كره لهاي قفك هدوك سوحر تحق وقوله وإنا الناسي أجوبت إلى وصيوك سيداي قفك هدوك إلى إسكبح ما وظل يحق لها ماه يحق لها مباكو عفنجر. ولما حتضر مركي الوصى حاضر يا أنس بن مالك رضي الله عنه أستوى حبسك كجره يا أنس بن مالك قريد كنت مدورين أو ساوه دردار مي أنس بن مالك بأن يغسله محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هاي دقبول ويصلي عليه محمد بن سيرين هاي قلت كذا. وكان ما يزال سجينا محمد بن سيرين واحرين يهولي. فلما توفي مركي أردنتي صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس بن مالك صحابة الرجل أبو جير الدنبية وكملها هل صحابي باك الدنبية بالإلى جاء الناس دكي وإيماده إلى الوالي بيؤيماده أنس بن مالك والعمر دائرة لأن الرسول كأول أبو دعي صدح دي أبو دعي بيكملها إله عمر جيسا دائرة مالكي سنبدي أولادي سنبدي أم سليم وهو يدي أهي مركز الرسول كإله يؤد دعي خادمك أغير يجري إله عمر جيسا دائرة مالكي سنبدي أولادي سنبدي عمر جيسا إلهي وو ديري وصحابة رجي أودن بيهيب وهاونا ويودن بيهيب إلا بقول يوحل جنوغا مالكي سو تمرتي سباري سا تمرتا تمرتو سنة كهال مربعي داشاي تمرتي سو لواجير ميدالي جرتي سنة مال إلهي وكسي داي أولادي سنة فرضي كبتين وحا أساقو أودالي سلبيجي سكليا وحا سيد دالين لبرو يا دور بقول جاري بالي أنس بن مالك. أنس بن مالك مركو دينتاي محمد بن سيرين حبسكي بكجرة ولو حرية وحو دردار مي أنس بن يعني أنس بن مالك محمد بن سيرين إنو دقو كنتك. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي نكي مدحنا بالوتلي وأخبروه وحي أشيغي بوصية صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس بن مالك وخادمك النبي صاحبك النبي عليه الصلاة والسلام وقلت أنت وحونا دردارنا إنه محمد بن سيرين ورقوه كتك ونحرينه واستأذنوه وحي كأيدا ضلبان ملاحظة والقها في أن يخلي سبيل محمد بن سيرين. محمد بن سيرين سوسي دائنا صوف صحب لإنفاذ الوصية تردارا كائنو فلية فأذن له هل صبح يبوي مركي لو تجي والي فتح بان كاكا سو قادنا صبح ليلة. فقال الله محمد بن سيرين وحو يري لا أخرج مبحي حتى تستأذن صاحب الدين نينك دين تيقولها يسو حرت إلا ويفتح نينك أنا زيك إنسان والا قوية نينك أنو حرنا وحقي سو قمقنا إلا ويفتح مبحي. فإنما حبست والي حباسي بما له علي بما شيب عليه حباتي له أتوسنا علي ومن الحق. فأذن له دائن ننكي بهدنا دينتا قبل له تقوى حالي رساسة دعضي صاحبك الرسول كقادم في سأنس بن مالك وحضر دار مينو محمد بن سيرين ودقو وكتو كذو أذون كو حرين يهي فصح وان فصح يا برا صباح. عند ذلك أبو خرج من سجنه مركزه كصباح حبسك فغسل أنس بودقي وكفنه وكفنه وصلى عليه وكتو كذي
ثم رجع إلى السجن مركي دمي هاوش دوبتي وسو دمي رجع إلى السجن حج حبسي وكل نقضة كما هو قبره وكسر تغي توس بو حبسي وآذي ولم يذهب للرؤية أهلي أهل جيسا حتى مثل سلام حافظ إذن مقباحة صوبح بالي لكن وحولي يعني وحلي فصحة وكلية ولنان صاحب الرسول الله صوت قوم كلية صومها أرنتي إذا صوت كمله ولم يذهب للرؤية أهلي حتى رير جيسا مثل سلام إلا إيساس أرنتي أي مركز العكس اللي قدوه مركز أو كصوبح مركز مدكذب وصوبح عمر بحمد بن سيرين وعلى عمر سي حتى بلغ 77 تدواتن يتدوسن وقاري فلما أتاه اليقين وقيريد مركي أتمن وجده موت وقيمت خفيف الحمل سوى نبركي تفدود يهي من أعباء الدنيا الدنيا عليس نبركي تمسارن وحبالك ملحين كثير الزاد ذاتي سنو آد وبدن يهي لما بعد الموت لما قيريد وحكدم دائينا آخرنا زاد بدن بوتا التقوى والعمل الصالح حدثت وحاشا كيسي حفصة بنت الراشد قبر ليلة حفصة بنت الراشد اياشا كيسي وكانت وحي اهيد قبرها من العابدات قبرها عبادة بضن التقوى بضن بيكمل اهيد فقالت وحي تري كان مروان نك ليلة وحوها المحملي مروان المحملي نك ليلة جارا لنا درس بنو أهابيتك وكان ناصبا في العبادة نين آذو عبادة بلنبوها مروان المحملي مجتهدا في الطاعة لا عاد آذو قد ذلك فلما مات مركور دنتي حزنا عليه حزنا شديدا نين كاسو درس كيناها نين صالحه عبادة بدنا يا قيريد كتمت مركور دنتي آذبا أولم ربني فرأيته في المنام حفصة بنت الراشد وحي تري هردان كو أركي منام بان كو أركي رؤيان كو أركي فقلت وحانري يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك ربك قام عوك وسمى يبال ورهن محلك لن فقال وحوري أدخلني الجنة إلهي جنة إجلي قلت وحانري بيت ثم ماذا هذا مركز جنة الأجلي هذا نهاية فقال وحوري ثم رفعت إلى أصحاب اليمين تدك أصحاب اليمين كأن لا يكري على لا يقدر قلت وحانري ثم ماذا هذا نمح كذا مي قال وحي ثم رفعت إلى المقربين هو مقربين تا درجة السر إلهي أكثر كله قوة الله إيكو ريال قلت وحالي رميت فمن رأيت هناك مقربين سياكم ياتكو أركت ماشا أزمرك الوقي قال وحي الحسن البصري ومحمد بن سيرين بأوتي مقربين تسر سر مرك اللي إيكي وحن الكا كو أركي الحسن البصري يو محمد بن سيرين ما شاء الله وبشارة وين وي هالشهادة يعني ضدك ونفسنا أهل التقوى ده إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة يعني مكانة ذي درجة كلها أيو كم ذها وي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله الله أنحرسته إلهي سبحانه وتعالى يعني صحابة الرسول كأي تابعين تي سلف صالح الله كره للنقضاء إلهي سبحانه وتعالى وضضودي ونفسني أننا الله نقول إرزاقه قبول إيه مغفرة إلهي سبحانه وتعالى حنصي علمي مع عملنا الله نقول إرزاقه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.